اهلا وسهلا بكل المتتابعين الكرام، معكم باري من ليبيا. بالفيديو هذا ان شاء الله حنحكي على مؤتمر السوني واللي سواته في معرض الاي 3 سنه 2014. طبعا زي ما عارفين ان معرض الاي 3 هو يعني معرض مشهور سنوي بتجي فيه جميع الشركات المهمه، الشركات المنتجه والمصممين، وبيحكوا فيه على تفاصيل مهمه عن مستقبل الاجهزه وعناوين الالعاب الجديده، منها شركة سوني اللي تعودنا انها يعني عندها اكسكلوسيف او عندها حصريات مهمة، وكذلك تحب انها هي تفاجئ جمهورها في النهاية بعنوان جديد ومشوق مثل ما شفنا المعرض هذا. وحنشوف ان شاء الله مع بعض شن هي نهاية المعرض وكيف كانت النهاية المشوقة. بعد ما افتتحت السوني المؤتمر الصحفي لمعرض الاي 3 2014 تم استعراض عرض تشويقي للعبة ديستيني. طبعا لعبة ديستيني هذه ابتكرها فريق بنجي، طبعا استعرضوا فيه مشهد سينمائي لقصة اللعبة، مش هندخله طبعا في تفاصيل كل الالعاب، ان شاء الله هنحكوا فيهم كل لعبة على حدة في فيديوهات اخرى. بس يعني اللي حاب نقوله ان بخصوص لعبة ديستيني حتكون متوفرة لملاك اجهزة البلاي ستيشن 4 ان يكونوا لهم فرصة يجربوها يوم 17 من شهر 6 او شهر يوليو هذا العام مع نسخة البيتا. كذلك اعلنت الشركة ايضا عن بندل للعبة لجهاز البلاي ستيشن 4 حيكون لونه ابيض اللون. ريتشارد اند كلانك موفي، كشفت شركة سوني خلال مؤتمرها الصحفي عن فيلم جديد للعبة ريتشارد اند كلانك من تطوير فريق انسومنياك. طبعا الفيلم هذا يحمل نفس عنوان اللعبة ريتشارد اند كلانك موفي، بيكون موعد اطلاق الفيلم في النصف الاول من العام القادم بال 2015، كما ان هناك جزء ريميك للجزء الاول قادم على البلاي ستيشن 4. That was a close one, huh? Yeah, that is gonna show up on my mid-year review. بعد لعبة ديستيني وبعد فيلم ريتشارد اند كلانك بدينا طبعا في التشويق اكتر واكتر، وحنعرضوا حاليا فيديو لاول حصرية قامت بعرضها شركة سوني وهي The Order 1886. طبعا اللعبة هذه صراحة انا شخصيا يعني جذبت انتباهي وعجبتني، عرضوا فيه عرض دعائي جديد لاسلوب اللعب او الجيم بلاي. طبعا اللعبة هي من تطوير فريق Ready at Dawn وهي حتكون اكسكلوسيف كما ذكرنا على البلاي ستيشن فقط، وستصدر ان شاء الله في هذا العام. And Little Big Planet 3، طبعا لكل عشاق هذه اللعبة تم الاعلان بشكل رسمي عليها والتي ستصدر على البلاي ستيشن 4 في شتاء هذا العام، في يعني نهاية سنة 2014. طبعا عرضوا فيها عرض تشويقي لشخصيات الافتراضية الجديدة، بس بين شخصية ساك بوي الكلاسيكية المعروفة، طبعا عرضوها في الفيلم التشويقي او العرض التشويقي او الجيم بلاي اللي كان في مؤتمر السوني. اللعبة اللي بعدها اللي هي تحمل اسم Entwined، طبعا هذه لعبة رقمية جديدة ستصدر طبعا على جهاز البلاي ستيشن 4. طبعا ما فيش يعني عليها اي تفاصيل جديدة او اي موعد لاصدارها، بس يعني قاموا بعرض مجرد يعني جيم بلاي لها.
قبل ما نحكي على لعبة جديدة حلوة صراحة هنتكلموا على دي ال سي جديدة او اضافة جديدة للعبة الانفيموس سكند سن. طبعا كشفت شركة سوني خلال فعاليات هذا المؤتمر على محتوى اضافي للعبة انفيموس سكند سن هيحمل عنوان فيرست لايت. اللعبة حتكون قادمة في شهر 8 السنة هذه او في شهر اغسطس وقد حصلت يعني على عرض دعائي. Please tell me what happened. طبعا اللعبة المشوقة اللي حكينا عليها اللي هي بلودبورن. بلودبورن هذه تكلم عليها رئيس الاستوديو لشركة سوني السيد يوشيدا. تكلم طبعا عليه مشروع جديد من فريق فروم سوفتوير. طبعا فروم سوفتوير هذا هم اللي بتكروا لعبة دارك سولز. وعلى فكرة لو حد يعني شاف فيكم اعلان قبل تشويقي جاي باسم بروجكت بيس. طبعا هذا هو الاعلان كشفوا عليه باسم بلودبورن. طبعا حتكون اكسكلوسيف على البلاي ستيشن 4 وحستصدر ان شاء الله يعني ستصدر في سنة 2015. نأتي للعبة Dead Island 2. طبعا كان أكثر يعني عرض دعائي مضحك. بالنسبة للعبة هذه كشف عنها المؤتمر الصحفي لشركة سوني واستعرضوا عرض يعني كوميدي يعني جدا للعبة هذه. طبعا المقرر أن تصدر اللعبة على أجهزة البلاي ستيشن 4 و 3 والإكس بوكس 360 والإكس بوكس 1 وكذلك الحاسب الشخصي أو البي سي حتكون في عام 2015. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my jugs and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the home window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. 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 لعبة Far Cry 4. طبعا مش حنتعمق في اللعبة هذه لان ان شاء الله حنسوي عليها فيديو خاص, بس يعني اللي حاب نقوله ان اعلنت شركة سوني انك يعني ليك المقدرة انك تقوم بدعوة احد اصدقائك وتلعب انت وياه في مود اللعبة التعاوني الكوب حتى وان لم يكن يملك هذه اللعبة. I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh!
fucking job, but you couldn't fucking do that! And I got blood on my fucking shoes! ثم نأتي للعبة الريد داي. طبعا اللي يعرف شركة سودا 51 هي هم يعني اللي بتكروا لعبة كيلرز ديد، كشفوا على لعبتهم الجديدة تحمل اسم الريد داي، وتم استعراض عرض للعبة حيث يصور لنا مشهد سينمائي لمخلوق ضخم يحمل معه سلاح حاد يقوم بقتل الجنود بطريقة جدا عنيفة. بالنسبة لموعد صدور اللعبة ما حددوهاش يعني بالشهر واليوم، بس يعني قالوا حتصدر في سنة 2015. لعبة نومان سكاي طبعا هي من تطوير فريق هيلو جيمز، وحتكون اكسكلوسيف على البلاي ستيشن 4. فكرة جديدة ولعبة يعني تعتبر رائعة، استعرضوا فيها عرض تشويقي للعبة زي ما تشوفون. كذلك قامت شركة سوني باستعراض يعني لعبة جديدة حصرية على البلاي ستيشن 4، هي من تطوير فريق ذات كومباني جيم، اسم اللعبة أبزو. لعبة مورتال كومبات اكس طبعا اعلنت شركة سوني خلال مؤتمرها عن لعبة مورتال كومبات الجديدة كليا، واستعرضوا فيها يعني مشهد سينمائي والشخصيات يعني الافتراضية اللي بتقاتل في اللعبة هذه. طبعا قبل ما نحكي على لعبة جديدة ولعبة يعني ثانية، وصراحة يعني عجبتني جدا جدا جدا، حنحكي على بعض الميزات الجديدة اللي نزلت على بلاي ستيشن 4. اهم هذه الميزات ان البلاي ستيشن 4 حيكون مرتبط باليوتيوب. طبعا زي ما عارفين احنا ان زر الشير المعروف يعني في الكنترول البلاي ستيشن 4 كنترولر، تقدر انك انت تسوي ابلود وتسوي يعني لايف ستريم، سواء بالنسبه يعني لللايف ستريم عن طريق التويتش او عن طريق اليوستريم، وبالنسبه للشير حيكون عن طريق التويتر او عن طريق الفيسبوك فقط. لكن الحين يعني تقدر تسوي سواء يعني اللايف ستريم عن طريق اليوتيوب او انك انت تدير يعني ابلود على اليوتيوب على طول، يعني زي مثلا مثلي انا الحق يعني فرحت بالمشروع هذا وفرحت بالخبر هذا الجديد، يعني لان بدل ما نتعب ونسوي يعني ابلود على البي سي ونعمل كذا تعديلات ليه وبعدين ابلود مره اخرى لليوتيوب، يعني حيكون دايركتلي بشكل مباشر على اليوتيوب على طول، وهذا يعني خبر يعني جدا جميل. بالنسبة لموعد الربط باليوتيوب يعني ما عطوش تاريخ محدد، بس يعني قالوا حيكون في العام هذا. Free to play means free to play. كذلك قبل ما نكمل الألعاب، في ميزة تانية جديدة اسمها Free to Play. Free to Play هذه يعني كشفت عليها شركة سوني وقالوا إن حوالي 25 لعبة حتكون يعني متوفرة بشكل مجاني، مثل لعبة البلانت سايد 2. طبعا حتكون يعني simply زي ما قالوا It's Free to Play. حتصدر طبعا هذه الألعاب تباعا يعني على مر الأشهر القادمة.
اللعبة القادمة اللي هي باتمان أركام نايت. طبعا حصلت اللعبة هذه على عرض تشويقي خلال مؤتمر صحفي لشركة سوني، واستعرضوا يعني مشاهد من داخل اللعبة، يعني كان أكثر من 5 دقائق. بالنسبة لموعد إصدار اللعبة حقيقة هو كان يعني في شهر أكتوبر يعني بالعام هذا، لكن يعني قرروا أنهم يأجلوا مش أن يعني يزيدوا يطوروا اللعبة بشكل أفضل. بعد لعبة باتمان في لعبتين يعني معروفات ومشهورات وعملوا لهم ريماسترد، اللي هي الأولى The Last of Us، يعني حتكون ريماسترد على البلاي ستيشن 4 يوم 29 شهر يوليو القادم إن شاء الله. وبالنسبة لي اللعبة الثانية اللي هي GTA V يعني طبعا حتصدر في الخريف هذا. طبعا كذلك مثل ما تقدر يعني تسوي سواء في الكول اوف ديوتي او الباتل فيلد، يعني تنقل بروفايلاتكم والبرستيج وكل شيء من البلاي ستيشن 3 على البلاي ستيشن 4، كذلك تقدر تسويها على GTA، يعني ما تعود من الصفر، لا يعني مجرد انك انت تقدر يعني تنقل جميع ملفات التخزين سواء من البلاي ستيشن 3 او حتى من الاكس بوكس 360 للاكس بوكس 1 او من البلاي ستيشن 3 الى البلاي ستيشن 4. بالختام، عرضت شركة سوني Uncharted 4 A Thief's End. طبعا مش هنحكي على اللعبة هذه، بس يعني حاب نوضح حاجة انها حتكون الباين انها الجزء الاخير للسلسلة، وحتصدر على البلاي ستيشن 4 اكسكلوسيف في عام 2015. اترككم مع هذا العرض التشويقي. So, what do you think? It's a lot to take in, kid. Where do I even start? You've been out of the game for a long time. Maybe I need to remind you the kind of people we'd be crossing here. Sully, I know the risks, but come on, it's a surefire plan. Yeah. If there's one thing I've learned in all these years, it's there's no such thing as a surefire plan. I don't really have an option here. You know that. Yeah, maybe you're right. I've been out of the game, but I need back in. So can I count on you? One last time. All right, kid. Let's go do it. One last time. في الختام نتمنى يكون الفيديو هذا يكفي ووفي كل مطالب الناس اللي ما حضرت معرض او مؤتمر السوني على الاي 3 2014، لان زي ما عارفين في الدول العربية كان متأخر بعض الشيء بعد منتصف الليل بساعتين او 3 ساعات. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله يعني مستقبلا حنسوي يعني فيديوهات مختلفة ومنفصلة على كل لعبة على حدة وشروحات يعني تانية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك وكومنتات، شاركوني برأيكم على معرض السوني وشن عجبكم فيه وشن ما عجبكم فيه، وما تنسوا طبعا الاشتراك بالقناة، سبسكرايب للقناة مش حتى يعني توصلكم الفيديوهات الأخرى. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر وفي شرح آخر أو لعبة قادمة، ومع السلامة.